هنعمل كمان مكرونة بصوص الجبنة. محتاجين مكرونة هنسلقها دلوقتي، مية سخنة بتغلي جامد قوي زي ما انتوا شايفين كده، وهحط فيها ملح وهنزل المكرونة. تستخدموا بقى مكرونة صغيرة، مكرونة مقصوصة، مكرونة مرمرية، مكرونة سباجيتي. انا بما ان هعملها للاطفال وعايزة اكلها لهم مع الجبنة فهكسرها. في العادي لو انا هاكلها كده سباجيتي كده في المعلقة، يعني بالشوكة في المعلقة، لا مش بكسرها صراحة. يبقى مية سخنة، ملح، مكرونة اي نوع، انا بستخدم سباجيتي، جبنة تشادر مبشورة، جبنة فلامنك مبشورة، جبنة موتساريلا مبشورة، لبن، نشا، بابريكا، واذا احتاجنا ملح وفلفل هنحط مش اكيد. وعنينا على السكر بالزبدة هنا، لان انا مستخدمة هنا سكر بني، ممكن تستخدموا سكر ابيض، والسكر البني بياخد لون اسرع طبعا من السكر الابيض. الحلقة اللي كنا عملناها يوم خميس عن الايه، عن الكوكيز، والناس بدأوا ما شاء الله يشتغلوا بيها في المشاريع، بعتولي وقالوا لي أمير احنا عايزين نبدل السكر البني بالسكر الأبيض. طبعا انتوا عارفين لما بينفع ده انا بقول ينفع، بس الحقيقة انه في الوصفات بتاعة الكوكيز اللي احنا عملناها، لانها كوكيز شوي يعني بتمضغ طرية، مش هينفع. عشان بس ايه لو حد معرفش يوصل لي بالسؤال، انا بجاوب اهو دلوقتي. هنا كده اللون بتاعي مظبوط قوي في السكر والزبدة، انزل بقى الموز اللي احنا مقطعينه واقلب، وطبعا طبعا بحذر شديد يا جماعة عشان حرقة السكر، الله اكبر، ربنا يكفينا الشر. نقطة لبن او مية او كريم. حطينا المكرونة في المية اللي بملح اهي، وحاسبها بعد ما كسرناها، وحاسبها تاخد وتدي مع نفسها، ومية المكرونة محتاجينها. الصوص بتاع الجبنة او صوص المكرونة، نقول بسم الله اول حاجة، وهنا الووك سخنة كما هو واضح، يعني هينزل عليها شوية النشا قبل ماء اللبن يسخن عشان ما يكلكعش معايا، يعني على البارد بدوب النشا مع اللبن. اديله البابريكا رشة ملح خفيفة، لان طبعا انا عندي ملح في المكرونة وعندي ملح في الجبن، فلفل اسود، جبنة تشادر احمر مبشورة ناعم، موتزاريلا مبشورة يا شمس. هنعمل ايه بقى؟ المكرونة دي هتستوي، هصفيها وهحتفظ بميتها. الصوص بتاع الجبن مش هعمل فيه اي حاجة غير اني هفضل اقلبه على نار هادية لحد ما تكتلات الجبن دي ما تبقاش واضحة معايا، معلش. اوكي، وتتقل شوية الصوص، هرفعه من على النار. تمام؟ اي نوع مكرونة هقوم واخدة ده هنا. انا ما بصفيش ما بشطفش المكرونة، بصفيها بس. ومية المكرونة معايا، اذا حسيت ان الصوص تقيل اخففه، بس هو مظبوط فانا مش هخففه، لكن انا بقول لكم انتوا يعني لو حسيتوا ان الصوص تقيل بتخففوه بميه المكرونه. كده بقينا عملنا حاجتين، عملنا الكريب بحشوه الموز وسايبينه يهدى عشان نعرف نقدمه، وعملنا المكرونه بصوص الجبنه اللي كلنا بنحبها كبار وصغيرين اهو، شايفين؟ بس شكرا ميرسي. نرفعها من على النار، كفايه عليها كده.